هنبدأ بقى النهارده إن شاء الله بالتفصيل بقى يعني كلمة جاكستا والميلر أبدا. قال لك أول كلمة فيه خالص It is a combination of vascular, tubular and interstitial cell. دي أول كلمة. في الآخر الكلام ده معناه هو كام خلية؟ ثلاث خلايا صح؟ واحدة موجودة فين؟ في الجلوت فيسل فاسمها vascular، والتانية موجودة فين؟ في التبيول فاسمها tubular، والتالتة موجودة بينهم فين بقى؟ في الانترستيشن. فقال لك بقى vascular، كان حد يكمل tubular and interstitial cell. طب السؤال دي خلية موجودة فين بالظبط برضه؟ قال لك موجودة في الفاسكولار بول بتاع عظم الذكر. برضه الكلام هيخطط برضه على الفاضي. لو سمحت هنا زي ما انت خدت قبل كده ده مفروض دومنت كارت صح؟ اكيد ليه اتنين قلب واحده كده داخل فيها البلاد فيسل والثانيه هنا بتكون فيها اليورين تمام؟ الحته دي اسمها تيوبولار بول تيوبولار ايه؟ بول والحته دي اسمها الفاسكولار بول. فما اقول لسعادتك بقى في المكان الجاكستر جورمير اباريتس تقول لي موجودة أكيد استحالة تكون هنا أكيد موجودة في المكان ده أهو المكان ده بقى اسمه إيه؟ فاسكولار بول ها بتاع البومنز كابسول يبقى تاني بالراحة قال لك أول حاجة في الديفينيشن بتاعها كومباينيشن بتاع فاسكولار تاني وكمان إيه؟ تيوبولار وكمان انترستيشال سيل موجود فين؟ في الفاسكولار بول بتاع بومنز كابسول. طبعا جاب لك بقى هنا بعد كده كذا رسمه عشان اكد على الكلام ده اهو. بص معايا كده الوقت ده التيبيول اول خليه تبع الباكستر جلومير ابريتس هي الخليه دي لونها برتقاني يا معلم دي اول خليه دي مؤقتا كده اسمها الماكيولا دنس دي اللي جوه التيبيول ماشي والثانيه اللي هي ده هي اللي بتطلع الرجل دي موجوده في البلاد فيسل دي اللي اسمها فاسكولار يبقى خدنا فاسكولار وخدنا التيوبولر كده بقينا في النص بينهم خلايا دورها ترابط ده بعدها دي كان اسمها كلمه ايه؟ انترستيشن او اسمها برضه كلمه ميزانجيال سيل يبقى تاني بالراحه ايه تعريف جاكستا جورمير ابريتس؟ قال لك تاني برضه هو نفس الكلام كومباينيشن اوف شوف بقى فاسكولار اهي الاخضر ده الفاسكولار دي الخلايا بتطلع الرنين وكمان جوه الخلايا بتاعت التبيول التيوبولر وكمان في النص منهم هنا لونها دهني شويه صح؟ دي اسمها انترستيشن او اسمها كلمه ميزانجيال سيل. يعني في الاخر كذا صوره بتاكد ان ده موجود فين بالظبط؟ قال لك عند الفاسكولار بول بتاع البومنز كابسول. نفس الكلمه برضو الحته بقى اللي هي دكاتره مكان الجاكستا جلوميرولا ابريتس. هنا كده عندي الافرنت ارتريول وده كده افرنت ارتريول وكده التبيول معديه في النص منهم كده ماشي المكان اللي كده خدناه وكبرناه في الاخر بقى عارف كده ده برضه التبيول وده برضه الفيسل والمكان ده موجود بقى مين؟ الانترستيشال سيل. اذا جبنا كده صوره في الاخر عرفنا ان هم عباره عن فاسكولار وتيوبولر وكمان انترستيشال او كلمه ميزانجيال سيل موجود فين تاني؟ الفاسكولار بول بتاع البومنز كاف. طيب السؤال بقى اللي بعد كده دي خلايا اسمها ايه؟ صح ولا لا؟ قال لك الدكتور هنا عندنا كده هنا كده الخلايا اللي في التبيول. ركز معايا لو سمحت بقى. هنا الخلايا الاول كده كانت شكلها نورمال عامله كده عادي صح؟ فجأة هنا حصل لها ايه؟ هنا كده بقت مكدسة. ماشي؟ فسموا الحتة اللي جوه التبيول اسمها البقعة اللي فيها خلايا مكدسة اسمها كلمة بقى ايه؟ ماكيولا دنس. اذا التيوبولار سيل اسمها كده كلمة ماكيولا ايه؟ دنس. مش اذا اول حاجة التيوبولار سيل اسمها الماكيولا دنس. امال بقى ايه اسم الخلايا عند الدكاترة اللي موجودة هنا في الافرنت ارتريول اللي اسمها الفاسكولار. بصوا معايا كده ساعات خدت قبل كده ان الارتري كهستولوجي عبارة عن كام بير؟ حد يتكلم ثلاثة اللي جوه اسمها ايه؟ انتما واللي في النص اسمها ايه؟
ميديا واللي بره اسمها ادنتيشن. قال لسه عارفك بقى دي خلايا هي عباره عن سموث مصر. يعني موجوده فين بقى اساسي؟ سموث مصر اللي ايه؟ اللهم حلو فترة بالله. تبوش ده قوي عن الديشن. الديشن ايه؟ سموث مصر يعني ميديا في النص. صح؟ قال لك بقى دي خلايا عبارة عن سموث مصر. لكن سموث مصر معدلة شوية. لأنها أصلا مش وظيفتها تعمل كونتراكشن. وظيفتها دي بقى الخلايا اللي بتصنع الرنين. فقال لك بقى ايه؟ هي سموث مصر لكن معدلة بحيث شبه ابيسيليا سيل. وعلى فكرة يا جماعة دي أهم خلية عندي في الجهاز. دي اللي بتصنع الرنن، بتصنع مين؟ الرنن. وعشان الجهاز ده بتسمى باسمها. اذا بقى الخليه ده هي ده ايه؟ دي بتسمعها المفروض ايه؟ الجهاز بتسمى باسمها، بيسميها ايه؟ جاكستا بولوماريولار. بس تحط بعدها كده كلمه جرانيولار سيل. لو سمحت بقى هنا سماها جرانيولار ليه؟ عشان خلايا جواها جرانيولز متخزن جواها ماده الرنن. يبقى كده اول خليه اسمها ماكولا دنس. تاني خلية اللي هي أهم حاجة عندي في الآخر، اللي في الآخر الهدف في الجهاز كله، اسمها كلمة إيه؟ جاكستا جلوميلر ها؟ جرانيولار سيل. أمال بقى الخلية الثالثة يا دكاترة اللي هي ده إيه؟ الوقت اللي سمحتوا دي كده عندنا اللي اسمها الجلوميريولاي، صح ولا لا؟ أما يكون عندي بقى هنا ميزانجا سيل بره الجلوميريولاي، دي تسمانا إيه؟ اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ بس على الفاضي برضه. بره الجلوميرولاي واسمها ميزانجيال سيل، كان سماها ايه؟ اكسترا ها؟ جلوميرولار ها؟ ميزانجيال سيل. اذا قال سعادتك في الاخر بقى انا عندي هنا الخلايا هم ثلاثه. صح ولا لا؟ واحده اسمها ايه؟ ماكيولا دنسا سيل، والثانيه اسمها ايه؟ ها؟ جاكستا جلوميرولار جرانيولار سيل. امال الثالثه اسمها ايه؟ اسمها ايه شويه؟ اكسترا جلوميرولار ميزانجيال سيل. وصل مع كده؟ يقول سعادتك بقى أول حاجة دكتور فين مكان كل واحدة في الكلمة؟ وده كلام منطقي. ده الجهاز موجود فين بالظبط؟ قال لك هنا، وعلى فكرة قلت لكم أول محاضرة، فاكر قلت لك إيه الحد الفاصل بين اللوبو فينلي والديستال سيجمنت؟ كان الماكيولا دنسا سيل. قلت لك كده أنا عاوز كلمة فاصلة تفصل بين لوبو فينلي والديستال. أقول لك كان في النص كده قلت لك في ماكيولا دنسا سيل يبقى قبلها لوبو فينلي بعدها ديستال ايه؟ سجن. عشان كده قال لك هنا كده مكان الماكيولا دنسا سيل، شوف كده في الترانزيشنال زون، المرحله بين الاثنين، بتوين سيك السيلي جروب ايه؟ هيلي والديستال كونفليوتد كيبي. ده كده كمكان ليها. قال لك كمان اثنين بقى، دي خليه برضو كوصف لها كهيستولوجي دنس كراودد تيوبولر سيل. ماشي مع كده؟ أمال يا دكاترة بقى إيه وظيفة أو أول حاجة في المكان الجاكستا جلوميرولار سيل؟ خدناها من شوية فين؟ في الميديا بتاع الأفنت إيه؟ أرتريول. ده كمكان. أمال بقى كهيستولوجي أخبارها إيه؟ قال لك دي عبارة عن ميديا يعني سموث مصر. يعني يا جماعة سموث إيه؟ مصر. لكن شكلها معدل شوية بحيث بقت شبه ابيسيليال سيل. قالها بقى ازاي دي؟ شوف كده موديفايد سموث ايه؟ مصل ويز ها ابيسيليويد ابيرنس. في الاخر سموث مصل لكن وظيفتها ما تعملش ايه؟ كونتراكشن. وظيفتها تكون ماده اسمها رنين. وصل الكلام كده؟ امال بقى يا دكتور ايه وظيفه ومكان الاكسترا جلوميرال ميزانجيال سيل؟ قال لك اول حاجه أنا بقول لك مكانها فين يا جماعة؟ مكانها بين ده وبين ده، كده مكانها فين؟ بتوين إيه وإيه؟ الأبترنس ها؟ والإبترنس أبتريو. قال لك بقى كمان تاني حاجة عندي كونتينيوس ويز الإنترا جلوميرولار ميزانجيال سيل. مش إحنا خدنا المحاضرة اللي فاتت آخر سلايد خالص إن كان في عندي ميزانجيال سيل بين الجلوميرولاي؟ صح ولا لا؟ دي بعضها بقى بين جوه جوه البومة الكبسول وبعضها بره. في عندي انترا جلوميرولار وعندي اكسترا ايه؟ جلوميرولار. فقال دي مكانها بتوين الافرنت والارثرا اتريول كونتينيوس ويز الانترا جلوميرولار ميزانجيال سيل. طب دي خليه وظيفتها ايه؟ لا تنسى دورها الوحيد بس رابطه بين الاثنين. بتربط بين الخليه دي والخليه دي. قال لك في الانترستيشنال سيل بتوين الجاكستا جلوميرولار سيل وكمان الماكيولا دنسا سيل.
حتى الان لسه بنتكلم في كلام استولوجي ولسه ما خدناش نشتغل ازاي. بس مؤقتا كده اول حاجه خدناها ايه تعريف الجاكستا جلومرال ابريتس كومباين فاسكولار تيبولر انترستيشال سيلز موجود فين؟ في الفاسكولار بول بتاع البومس كابسول على جنب الخاص. طب الخلايا بيقول اسمها ايه؟ ماكيولا دنسا سيلز. خد معناها حتى اي كلمتين لو حد فاكر السايت والاستولوجي. السايت فين؟ في الترانزيشنال زون بين حاجتين لوب خلي وديستال فيجول صح؟ طب كهستولوجي اخبارنا ايه؟ تقول لي دنس هي ماكيولا دنسا دنس كلاودد تيوبلر سيلز. صعب الكلام ده كده؟ طب الثانيه ايه اخبار ها؟ الجاكستا كولومينر جرانيولار سيل مكانها فين؟ اوعى تنسى الميديا وفي الافرنت ارتريول. امال بقى وصل فيك سوري كهستولوجي اخبارها ايه؟ موديفايز سموس ماسل ويز ابيسيليويد ابييرنس. الاخيره خالص اللي اسمها ايه؟ الاكسترا ها؟ كولومينر جرانيولار سيل او من السول مزجل سيل مكانها فين؟ بدون الافرنت ومين؟ والافرنت متوصله من اللي جوه كونتينيوس ويز الانترا كولومينر مزجل سيل. امال بقى الدكتور برضه كهستولوجي اخبارها ايه؟ هي انترستيشن واصله بين الاثنين بين جاكستا كولومينر سيل وكمان حاجه اسمها الماكيولا دنسا سيل. شوف يا سيدي اللي بعده بقى الكلام برضه معاد تاني. هنا على فكره رسمه حلوه جدا هنا برضه بالنسبه لنا دي كده اكنها كولومينر الكره بتاعتها ماشي وهنا جوه كولومينيولار اهي. شوف بقى يا سيدي اكيد دي اسمها ايه؟ حد يقول ماكيولا دنسا سيل واكيد دي اسمها ايه؟ ده هو افرنت ارتريوز اسمها ايه؟ الجاكستا كولومينيولار ها جرانيولار سيل. امال بقى اللزق ده اهو دي تسمها ايه؟ شوف كده اكسترا كولومينيولار مزانجل سيل. نبدا بقى الكلام اللي فيه شويه فيسيولوجي يقول لك ايه؟ الماكيولا دنسا سيل ازاي في الاخر تشغلها وازاي ما تشغل حاجه اسمها جرانيولار سيل تطلع ماده اسمها رينال. تبص سعادتك بقى ايه الربط بين الاثنين؟ صح ولا لا؟ لا تنسى يا دكتور الجهاز اللي بيشتغل اساسي اما في الجسم الضغط بيحصل ايه؟ فاكر السنه اللي فاتت؟ اما الضغط بيقل صح؟ اما الضغط بيقل الكدني بتشتغل تحط ماده اسمها ايه؟ رينال. ايه بقى الرابطه بين الماكيولا دنسا سيل والرينال؟ قال لك اول حاجه دكاتره الوقت يا جماعه اهو ده كده الافرنت ارتريول. افرنت مين؟ ارتريول. الوقت خلاص في الجسم الضغط قل. اما في الجسم الضغط يقل اذا الدم داخل جوه الكدني هيحصل له برضه ايه؟ هيقل. اذا الفلتريشن جوه الكبير هيحصل له ايه؟ هيقل صح؟ هيقل حاجه اسمها الجي اف ار. جي اف ار يعني ايه؟ جلوميرولار فلتريشن ريت. اذا اول حاجه الضغط لما قل حاجه اسمها ايه؟ جي اف ار. اذا بقى ايه اخبار نزول الميه مع الابن اي سي ال في قلب التبيول هيحصل لها ايه برضه؟ قل. قال سعادتك بقى الوقت ما الضغط قل يا معه ان اي سي ال قل اللي هو ده هو على مستوى الماكيولا دنسا سيل. يقول سعادتك بقى اما عندي مع ان اي سي ال بيقل على مستوى الماكيولا دنسا سيل بتعمل ستيموليشن وتطلع في الاخر ماده اسمها ها فين. اذا بقول لك بقى الماكيولا دنسا سيل ازاي بتشغل بيرتس ده؟ تقول لي اي كلام. اول حاجه ديتكت ال اي سي ال اللي ماشي في قلب التبيول تمام؟ لو حصل الضغط المفروض ايه؟ قل. هيحصل في الاخر ايه؟ هفلتر جي اف ار قليل فان اي سي ال هيحصل له ايه؟ يقل. يقول لك بقى اما ان اي سي ال بيقل بيشغل الخلايا دي فتطلع ماده اسمها رينال. على فكره برضه لو العكس بقى لو ان اي سي ال زاد هي هتطلع برضه المواد بتقلل رينال. يعني في الاخر الخليه دي هي اللي بتشغل رينال. حسب مستوى مين؟ ان اي سي ال. العلامه النهارده لو ان اي سي ال قل هي هتعمل ايه؟ ماشي مع كده؟ امال اللي بعدها بقى اللي بعدها يا دكتور ايه وظيفه الجاكستا كولومينيولار جرانيولار سيل؟ قال لك اول حاجه هي جرانيولار ليه؟ عشان فيها جرانيولز. قال لك هنا كده سنسز وستور وريليز ماده اسمها ارنب.
قال لك كمان اثنين، دي خلايا لاتنسة موجودة يا دكاترة في قلب الافرنت ارتريول، في كمان بقى في الميديا بتاع الافرنت ارتريول ماشي. قال لك ايه؟ دي خلية اكت از بارور سنتر. بارور سنتر يعني ايه؟ حد يقول بتحس ضغط الدم. ضغط مين يا مع دم؟ تقول لي كده من غير مذاكرة، لو ضغط الدم عليها حصل له ايه؟ يحصل لها ستيموليشن. لو ضغط الدم قل يحصل لها ايه؟ ستيموليشن. فقال لك اهو اكت از بارور سنتر ديتكت التنشن على الهول بتاع الافرنت ارتريول. قال لك كمان بقى لا تنسى، كنا خدنا السنه اللي فاتت سيمباثيتك ريسبتور، فاكرين كان الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2. كنا خدنا فين مكان بيتا 1؟ صح، كنا خدنا لوكالايز الهارت والكيدني. قال لك برضه هي موجوده فين؟ البيتا 1 ريسبتور موجوده على الخليه دي اللي اسمها جاكستا جلوميرولا جرانيولار سيل. قال لي سمعتك دلوقتي يا دكتور بقى، فرضنا يا جماعه اهو ان في الجسم الضغط قل، فبالتالي الدم جوه الكيدني برضه هيحصل له ايه؟ هيقل. فلك هنا بقى هيقل من البلاد فلو. اما الدم جوه البلاد فلو في الافرس ارتريول بيقل، اذا منطقي التنشن بتاع الورم بيحصل له ايه؟ هيقل. لو قل بقى التنشن مع فلول فود يحصل في الاخر برضه ايه؟ ستيموليشن، يطلع ماده اسمها الرد. وصل الكلام كده؟ بعد كده بقول لك بقى اما ايه وظيفه الاكسترا بولمينر ميزان جلسر؟ معلش كده، هو اكتشفها اثنين علماء، واحد اسمه لاسس والتاني اسمه ايه؟ حدش لاسس؟ بولكيسوس. فقال لك معلش بقى دي خليه لها اسامي، لما اسمها اكسترا بولمينر، لما اسمها لاسس سيل، لما اسمها بولكيسوس ايه؟ سيل. دي خليه على فكره لها وظيفه واحده بس، ما بتصنعش حاجه خالص. دلوقتي اما تشتغل ماكيولا دنسا سيل، وهنا كده عندي مكان رينن سيل، دي هتطلع مواد تعدي من ده لده ازاي؟ عن طريق مين؟ لو انت في نص تحط خلايا، صح ولا لا؟ دي دورها بس يا معلم. قال لك فورم فانكشنال سينسيتيوم، يعني وان سايتوبلازميك ماس رابطه بين دي وبين دي، بين الماكيولا دنسا سيل، وفاكر دي كانت اسمها ايه؟ جاكستا جلوميرولار سيل. حتى الان لسه بنتكلم في الاول خالص. الوقت اللي قلت تاني دي خليه وجهاز كل حاجه فيها ثلاثات، صح ولا لا؟ اول حاجه كم خليه؟ ثلاثه. اول خليه اسمها ايه؟ ماكيولار سيل، وتاني خليه خلاها جرانولار سيل، والثالثه اسمها اكسترا جلوميرولار ميزانجر سيل. وكل خليه على فكره عليها ثلاث كلمات برضه، السايت والهيستولوجي والفانكشن. ايه اخبار الماكيولار سيل؟ سايت فين؟ في الترانزيشنال زون. طب كهيستولوجي دنس كلاود سيوبلر سيل، كفانكشن ديتكت مين؟ ان اس ال، بحيث لو قل تعمل رينن ريليز على جنب خلاص. اللي بعدها كان اسمها ايه؟ جاكستا جلوميرولار جرانولار سيل. السايت موجود فين؟ في الميديا. تحتاج حاجه كهيستولوجي موديفايد سموث ماسل وزيبسيجويد ابيرنس. طب كفانكشن ثلاث كلمات، اول حاجه هاز بيتا 1 ريسبتور، اكت از بارو ريسبتور، وكمان سنسز وستورج وريليز ماده اسمها الريب. ماشي مع كده؟ امال بقى الثالثه اسمها ايه؟ ها؟ دي وظيفه واحده بس اللي كان اسمها ميزان جلسات. اول حاجه موجوده فين؟ بتقول الافنت والافنت، بتوصل بيه الانترا جلوميرولار ميزان جلسات. قال لك تاني حاجه كهيستولوجي عباره عن انترستيشال سيل بين الاثنين، كوظيفه برضه بين الاثنين، اكت از ها سينسيتيوم. ماشي كده خلصنا كده مقدمه على الجهاز وكل واحد بيشتغل ازاي. الوقت بقى السؤال، لا تنسى يا دكتور بقى الجهاز ده اساسي في جسمنا بيشتغل اما الضغط بيقل. اذا منطقي بقى وظيفته ايه؟ اما الضغط يقل فهي طبعا في الاخر ايه؟ مواد يخلي الضغط ليها يعلى تاني، دور الرئيسي يخلي الضغط ما يقل يعلى تاني. دي بقى اسمها الفانكشن بتاع الجاكستا جلوميرولار ابريز. يقول لك اول حاجه الوقت الضغط قل اهو، فحصل رينال ها اسكيميا،
اما حصل اسكيميا هتطلع على كتله ارن، وده على فكره انزيم بروتيوليتك دوره بس انزيم يكسر بروتين. فاكر ده بيكسر مين؟ الانجيوتنسينوجين. ده كان بيطلع منين؟ من ليفر تسلمي يكسره فتحول باك الماده اسمها انجيوتنسين 1. وبعد كده بقى ده الايس فاكر كان موجود فين ده؟ في اللنج. يتحول لحاجه اسمها ايه؟ انجيوتنسين 2. هنا السؤال بقى الوقت خلاص الجهاز ده بيتكون لدكاتره انجيوتنسين 2 صح ولا لا؟ اهو ده اهو ريدن وفي الاخر يتكون انجيوتنسين 2. ده لما اتكون بقى في الاخر يعمل لي ايه؟ صح ولا لا؟ يحاول يرفع ضغط تاني. طب بقى ارفعه بكام ميكانيزم؟ قال لك 7 ميكانيزمات. كم ميكانيزم عندنا؟ 7. 2 ميجور و5 ماينور. في الاخر الضغط يقوم يزيد. يقول لك انا اهو انجيوتنسين 2 بيعمل في الاخر ايه؟ برفع الضغط. بكام ميكانيزم عندي تاني؟ 7، 2 ميجور وعندي 5 ايه؟ ماينور. تقول لي اول حاجه ميجور بيعمل بازل ايه؟ كوليستريكشن. ده ميجور الفكت بتاعه. قال لك بقى ده كوليستريكشن يا معلم يختلف حسب تركيزه. لو بيطلع بسمول دوز يبقى ياثر بس على الكدني فقط. تعمل لها برضه ايه؟ كونستريكشن. لكن لا تنسى مؤقتا كده لغايه المحاضره الجايه ان شاء الله بيعمل برضه كونستريكشن اساسي في الافرنت ارتيديول مش الافرنت في الافرنت ايه؟ ارتيديول. لكن بقى لو لارج مع دوز يعمل في الجسم كله جنرايز برضه كونستريكشن. دي اول حاجه. تاني افكت برضه ميجور كبير هيروح على ادنى الكورتكس على حاجه اسمها الزونه ايه؟ لو حد فاكر جلوميريلوزا هيشغلها فتطلع حاجه اسمها ايه؟ الدوستيروم برضه يعمل صوت اند ووتر ريتشن. دول عندي فيهم اثنين ميجور افكت يعمل بازو كونستكشن وكمان صوت ووتر ايه؟ ريتشن. ايه بقى الخمسه ماينور افكت؟ خمسه ماينور ايه؟ افكت. قال لك اول افكت ماينور بيشغل الثيرست والصوت ابيتايت. لو ساعتك يا معلم جواك زاد الانجيوتنسين 2 تبقى عاوز تشرب وتاكل اكل كمان كتير. دي اسمها ايه؟ ثيرست وصوت ابيتايت. قال لك كمان اثنين برضه ستيموليت صوديوم ريابسوربشن فروم بروكسيمال تيبيول. يعني تقول لي كده يعني يا معلم دلوقتي انجيوتنسين 2 بيعمل صوديوم ابسوربشن بيديني ميكانيزم لان اندايركت عن طريق مين؟ الدستيروم. وده بيشتغل مين ديستال لما هو نفسه بيشتغل يعمل ايه؟ صوت يعني ابزوربشن على مستوى حاجه اسمها البروكسيمال تيبيول. قال لك برضه كمان ثلاثه برضه يعمل برضه صوديوم ابزوربشن من السمول انتستين. قال لك اربعه كمان يا دكتور بيزود الفورس اوف كارديك ماسل كونتراكشن. كمان بيزود طلوع المواد الكونستريكتور زي بقى ايه؟ اي سي تي اتش وكمان اي دي اتش. تاني بقى مش هتدوش من بعض كده. اذا دلوقتي اما الضغط قل طلع ماده اسمها ايه؟ رينين. في الاخر تكون انجيوتنسين 2. ده بقى دوره يخلي الضغط يزيد تاني بسبع ميكانيزمات. اول اثنين مهمين مين ومين؟ فازو كونستريكتور والدوستيرول. امال ايه عندي بقى خمسه الماينور؟ تقول لي صوت ووتر ابيتايت. ايه كمان؟ ها؟ صوديوم ريابسوربشن من الكدني بس هنا بقى بروكسيمال. كمان صوديوم ريابسوربشن من الانتستين. كمان يزود الفورس اوف مايكارديال كونتراكشن. كمان يزود مين؟ المواد الكونستريكتور زي اي دي اتش واي سي تي اتش. تقول لي كده هو اي سي تي اتش ده كونستريكتور؟ خلينا نجيب الكونستريكتور ده؟ ده بيطلع كورتيزون صح؟ في الاخر هل كورتيزون بيعمل بازو كونستريكشن؟ خدناه والله. حد يقول كده؟ اسلام والله. ده بيعمل بقى ايه؟ كنت خدته بقى ايه؟ بيزود الريسبتور بتاع السمباثيك على مستوى الارتز فبيزود الريسبونس بتاع الارتز لمين بقى؟ للكاتيكولامين. تعمل بيتا ريسبونس برضه للبازو كونستريكشن. ماشي الكلام ده كده؟ ماشي. هنا برضه كده لو دخلت كده طالب شاطر شويه وشايف نفسه شويه اقول له ايه؟ قول لي يا ابني
ازاي الايس ده هو الايس انزايم اللي هو اسمه ايه؟ انجيوتنسين كونفرتنج انزايم. بتعمل بوست برزنتيشن يقول لي سهل، هو بيتحول من لمين؟ انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. بتعمل بوست برزنتيشن هقول لي هات لي كمان ميكانيزم كمان غيره. هقول له كده لو واحد كده واحد شايف نفسه شويه اقول لي هات ميكانيزم كمان غيرها كده بس. يقول لي ساعتك بقى الاس يا معدة اهو بيعمل فعلا الكلام ده باثنين ميكانيزم. اول حاجه فعلا بيتكون مين؟ انجيوتنسين ايه؟ 2. لكن سبب كمان ده يا معدة اس شبه انزيم اسمه كاينيز 2. ايه ده؟ شبه مين؟ انزيم اسمه كاينيز 2. مش كنت خدت السنه اللي فاتت ان في ماده اسمها برادي كاينين؟ خدتها ولا ديت؟ دي ماده موجوده ليه؟ ده بقى ايس شبه الكاينيز اللي بيتكسر برادي كاينين. فكده عملنا حاجتين دلوقتي صح؟ اول حاجه زود المواد الكونستركتور وكمان ايه؟ كمان قلل المواد الدايليتور. في الاخر عملنا بقى سترونج بازو كونستركتور. ماشي الكلام كده؟ تقول لي برضو حتى الان برضو انا مش فاهم برضو ايه الرابطه بين الضغط المائل وموضوع ماده اسمها مين؟ تمام. شوف لو سمحت بقى عندنا كده قاعده يا جماعه في الفسيولوجي، كل موضوع ليه مفتاح. مفتاح دائره الريليز رسمه دائره. على فكره رسمه مش عندك في كتاب الكليه، دي في المراجع بس، بس تفهم. لو فهمتها خلاص يبقى تلاقي ده بقى سهل، سهل بالنسبه لك خلاص. لو اصلا ريدن بيطلع ازاي؟ ريدن بيطلع ازاي؟ بص معايا كده دي كده الخاتمه خليها اسمها ايه؟ جاكستا جلوميلر ها؟ سلاج. هنا عندي كده فيزيكال فيها ماده اسمها ريدن. الوقت حسب شكل الرسمه يا جماعه. ريدن بيطلع ازاي؟ قال لك هنا بص كده ادينايل سايكليز ماشي؟ بيحول فاكر مين؟ الاي تي بي الى سايكليك اي بي، وده كده بيعمل ريدن ريليز. يعني دي خليه بيحصل لها اكسوسايتوزس على مين؟ بالسايكليك ها اي ام بي ماشي؟ اذا مولد حط بقى اي ستيمولس يزود السايكليك اي ام بي هزود ريدن ايه؟ ريليز. واي ستيمولس يقلل السايكليك اي ام بي هيقلل ريدن ريليز. لو سمحت بقى شوف الحته اللي كده الوقت يا جماعه الكالسيوم اهو اما دخل جوه السل هنا عمل في الاخر هنا ايه؟ عمل هنا ايه؟ انهبيشن لادينايل سايكليز ماشي؟ فهنا اهو في الاخر قل السايكليك ايه؟ اي بي. على فكره في الجسم كله كل الخلايا بيحصل لها اكسوسايتوزس بالكالسيوم. لمين يا جماعه؟ بالكالسيوم. ما عدا في الجسم خليتين بس بيحصل لهم مع اكسوسايتوزس بالسايكليك اي بي. ده العكس بقى كمان. ده لما الكالسيوم جواهم يزيد بيقل الاكسوسايتوزس. وصل مع كده؟ هما خلايتين، واحده اندوكراين فكروا فيها شويه، ودي بقى تلات حاجات. ليه دي؟ اسمها كلمه ايه؟ جاكس جلوميلر ابريز. اما اقول لسعادتك بقى يا دكتور بقى، اذا الكالسيوم لو زاد جوه جرانيولار سيل هيحصل ايه في الريتن؟ حد يقول هيحصل له ايه؟ هي دي يا جماعه ضغط في الجسم خليه من خليتين فيها بيقل الاكسوسايتوزس بزياده الكالسيوم جوه السيل. كان لو سمحت بقى بص معايا كده، مش احنا خدنا بيتا 1 ريسبتور بتعمل لنا ريليز؟ سعادتك خدت السنه اللي فاتت بيتا 1 بيشتغل ازاي؟ في ذاكره ولا صفر؟ ها؟ بيزود السايكل اي ام بي، بيشتغل من خلاله. كل البيتا بتزود السايكل اي ام بي. ناخد بقى كمان دي، في ماده برضه اسمها بروستاجلاندين اي 2. بروستاجلاندين دي برضه ماده يا جماعه اهو بتزود السايكل اي ام بي. اذا لما اقول لسعادتك يا محترم بقى هنا كده عندي قاعده في شغل الجهاز ده اهو. ايه الرابطه بين الضغط بقى وبتوع الرنين؟ الرابطه هو ده اهو. دخول الكالسيوم بيعمل ايه؟ بيقلل الرنين. ولو كالسيوم دخوله قل الرنين هيحصل له ايه؟ هيزيد. ماشي مع كده؟ تاني لو سمحت الابريتاس ده مفتاحه الكلمه ده هي. دي خليه بيحصل لها اكسوسايتوزس اما الكالسيوم يحصل له ايه؟ يقل. بيحصل لها اكسوسايتوزس بالسايكل الاي ام بي. كده يا دكاتره في حاجه اسمها ستريتش سنسيتيف كالسيوم تشانل.
يعني الكالسيوم مش لازم تشتغل بمين؟ بالاسترتش، بحيث كل ما زود الضغط يكسر استرتش اكتر فدخل كالسيوم اكتر. الوقت لما الضغط قل حصل ايه؟ استرتش قل، صح؟ فمع الكالسيوم دخوله حصل له ايه؟ قل. بدل الكالسيوم قل بقى ايه اخبار مستوى السايكلينج اي ام بي؟ هيزيد فيعمل حاجه اسمها ريدن ريليس. وصل الكلام؟ يقول لسه عندك برضه هنا يا دكتور بقى الحته دي كده. ايه بقى اللي يخلي مع الضغط يقل على مستوى الاكل الثيوري؟ قال لك اول حاجه اكيوت هايبوتنشن. ليه لما حصل باظ بارتيشن في الاخر الضغط حصل له ايه؟ قل. قال لك كمان اثنين لاما رينال ارتر ستينوزس. ليه بقى واحد مولود عنده عيب خلقي عنده رينال ارتر اخباره ايه؟ ضيق. بيدخل في الكيدي لما اخباره برضه ايه؟ قليل. قال لك كمان ثلاثه بقى لإما حجم الدم قل فعلا ديكريز البلاد فولت. يبقى عندي المشكله كلها اللي كاتبه ان امتى الميكانيكال بريشر يقل على مستوى الارتري؟ اما كل الضغط قل في الاخر دول. طب الضغط هيقل ازاي؟ لإما فاكر اوسع الارتري دي اسمها اكيوت هايبو ايه؟ تنشن. لإما اصلا الارتري اللي دخل الدم هو كده ضيق من اصل من اول خالص دي اسمها هنا الارتري ستينوزس. لإما حصل نزيف دي اسمها هايبوهيموليا. وصل الكلام كده؟ كده خدنا اول حاجه اللي هي الميكانيكال اللي هو خدت الدكيز الوود تنشن اهوت. فاكر كان بيعمل ايه؟ بيقلل ايه دخول مين؟ الكالسيوم ويزود السايكلينج اي ام بي. ماشي. فطلع ماده اسمها ريدن. ناخد بقى الكيميكال ستيمولاي. تاني خدناها شويه. فاكر؟ اما البلاد بريشر بيقل، ايه اخبار الجي اف ار؟ برضه هيقل، صح ولا لا؟ ايه اخبار مستوى الام اس ال؟ هيقل. ايه بقى ام اس ال ماكرو دانس هيقل؟ قال لك ماكرو دانس بقى، اما الام اس ال هيقل على مستواها هتطلع بروستاجلاندين اي 2. طب والله خدناها من شويه، فاكر الرسمه؟ ميدي كان بيشغل ادوات سايكليز كان منها بروستاجلاندين اي 2. بدك بقى الوقت لما الضغط يا مع قل لو فاكرين قل الجي اف ار فقل حاجه اسمها الام ما مين اي سي ال على مستوى الماكيولا ايه دنسا هتطلع بروستاجلاندين اي 2 يعدي بقى فين؟ في الميزان جنسل لحاجه اسمها جرانولار سيل فاعمل حاجه اسمها رينال ريليس. ماشي مع كده؟ قال لك كمان كورونيك بوتاسيوم ديبليشن برضه بيعمل رينال ريليس لكن دي خلاها مقارنة في الشرح شوية. أما خلص الأول إيه معنى كلمة ماكيولا بنسسل؟ شوف بقى يا سيدي هنا كده ماشيين خطوة خطوة. الأول الجي اف ار قل يعمل إيه المفروض في البلاد فلو في الرينال تريبيول اللي هو الجي اف ار هيقل. يعمل إيه في مستوى ان اس ال على ماكيولا بنسسل هيقل. يعمل بعد كده إذا كانت إيه في الماكيولا بنسسل طبعا مادة اسمها بروستاجلاندين اي 2 دي بقى طبعا في اخر مين؟ رينن ريليز فيتكون بعد كده انجيو تنسن 2. شوف بقى يا سيدي مش انا قلت لك من شويه انجيو تنسن 2 بيعمل موسل كونستريكشن في الافرنت ولا الافرنت؟ قلت لك الافرنت. ده اشمعنى الافرنت بقى بالذات؟ عشان ايه؟ بص معايا لو سمحت الوقت يا جماعه في الاول خلاص اهوت الضغط قل اهو كده قل اهو جي فرع فرع المفروض ايه؟ هيقل ماشي. فبالتالي في المكان ده يا جماعه ان اس ال اللي رايح للماكرو لسه برضه هيحصل له ايه؟ هيقل. هيطلع ماده اسمها بروستا جلاندين فشغل حاجه اسمها جيرمان سيل هتعمل رين ريليز فيكون في الاخر انجيو تنسن 2. ده بقى دور رئيسي يعمل مضاد كونستريكشن في بقى يا دكاتره؟ في الافرنت ارتيوري. لو سمحت بقى اشمعنى الافرنت ارتيوري؟ دلوقتي اكيد ساعتك تركز الكدني في الجسم فوق وظيفته ايه؟ صح تحافظ على الفلتريشن اساسي. صح الدم بيتنظف كتير. طب انت عارف قبل كده هو اصلا الدم بيتنظف ازاي؟ ان احط جوه الفيول حاجه اسمها جي اف ار. صح يا جماعه ولا لا؟ حاجه اسمها مين؟ جي اف ار. اذا بقى هدفه الرئيسي من كده بلاد فلو اساسي ولا الجي اف ار؟ الجي اف ار طول ما هو ثابت يبقى الدم بيتفطر برضه بمعدل ايه؟
ثابت، صح ولا لا؟ دلوقتي انا عندي مشكله ان في الجسم دخول الدم قل. دخول الدم يا جماعه ايه؟ قل. قال لك بقى هيطلع لنا فيشغل انجيوتنسين 2 فكده قفلت الافرنت ارتريول. اما قفلت الافرنت كده استفدت ايه؟ الدم داخل لكن مش خارج بسهوله. صح؟ في المكان ده اسمه جلوميرولاي. الدم ده هيجمع فضغطه يحصل له ايه؟ هيزيد. طبعا هو اصلا جي ار بيلدل بايه؟ بالضغط. صح؟ فكده عملت كونستيشن في الافرنت كده الدم داخل وانا حبسته في داخل مش خارج فين؟ في الافرنت فجوه الكابله بتاعت الكدني زودت الضغط في الاخر رجعت الجي اف ار باك تو ايه؟ تضغط. وصل مع كده؟ عشان كده قال لك بقى هنا هدف الرئيسي يا جماعه اعمل كونستريكشن في الاخر دنتين الجي اف ار باك تو ايه؟ ضغط. تاني الوقت الضغط قل خلاص يا جماعه الضغط قل انا مش عارف اعمل حاجه حاليا مش عارف اعمل فيه حاجه. الحل الرئيسي عندي بقى تاني ان جوه الكدني اعدل فيها شويه بحيث مديني الجي اف ار. طب مديني الجي اف ار ازاي؟ داخل دم ماهوش كده عدل بسهوله. اقفل الافرن بحيث كل اللي داخل يتجمع فين؟ في الكبده دي. فالضغط جواه يحصل له ايه؟ يزيد فكده فلتر كتير فرجع تاني الجي اف ار باك تو ايه؟ تضغط. ماشي الكلام كده؟ دي بقى اللي انا بحرك بيها ان شاء الله مشكله وقت ليه. هنا بقى السؤال المشهور اللي قلنا احنا شويه في الشرح مش كان حتى كده يا جماعه برضو لو حد فاكر البوتاسيوم برضو ديبليشن ككيميكال ستيمولس برضو بيطلع علينا صح ولا لا؟ قلنا في وقتنا شويه في الكلام كده ازاي البوتاسيوم بقى ما يقل بيطلع علينا؟ على فكره خدته قبل كده مش خدته في حاجه اسمها في مرض الاندوكراين لو حد عنده ذاكره كده اسمه برايمري هايبر الدوسترونيزم حد فاكره؟ كان اسمه تاني ايه؟ كونغ اسلامه البنات زي الفل على طول سخنين على طول ايوه سخن على طول هنا مفيش خالص على طول شغالين كونز على طول اما كون الدوسترون عالي كان بيعمل ايه؟ كان بيخزن في الجسم صوديوم وبينزل حاجه اسمها ايه؟ بوتاسيوم فكان بيحصل هايبوكاليميا صح؟ قلت لك بقى ازاي كان دكتور بطنه تشخص الهايبوكاليميا؟ كان في ثلاث حاجات اي سي جي الحمد لله اتكلموا اهو ايه كمان اثنين؟ ومصل ويكنس ايه بقى كمان ثلاثه؟ كان بيعمل حاجه اسمها ليمفروباسي رينال دامج دي بقى قلت لك لو انت فاكر خلاها بقى هنا ازاي بيحصل هايبوكاليميا؟ يحصل ليمفروباسي يحصل حاجه اسمها ايه؟ ليمفروباسي ساعات خدت من زمان خالص في النت انت مصر اما البوتاسيوم بيقل بره السلم كتركيز هايبوكاليميا البوتاسيوم خروجه يحصل له ايه؟ يزيد هو بيعدي من جوه لبره التركيز لو بره قل خروجه يحصل له ايه؟ يزيد لو البوتاسيوم طلع بره كتير هيحصل ديبولاريزيشن ولا هايبر بولاريزيشن؟ هايبر بولاريزيشن صح ولا لا؟ طلع كتير بوستر يخلي بره بوست كتير تعمل هايبر بولاريزيشن. برضه في المكان ده برضه عندي فولتج كانسر تشانل. اما يحصل بقى هايبر بولاريزيشن مش هفتح مين؟ الفولتج كانسر تشانل. فالكانسر اللي كله برضه هيحصل له ايه؟ هيقل. ايه اخبار مستوى السايكل في ام بي؟ يعني في الاخر برضه رينال ريليز. الوقت بقى يا جماعه بوتاسيوم عالي او صوره قليل فتره كبيره. الكيدني بتحط كتير ماده اسمها مين؟ رينين. يخلي بقى جوه الكيدني نفسها رينين موجود باستمرار. يخلي جوه الكيدني نفسها موجود على طول انجيوتنسين 2 جوه الكيدني. ماشي؟ وده يخلي بقى كل الفيسل في الكيدني يحصل لها فازو كونستريكشن. لو حصل بقى في الكيدني اكل لها الفيسل اللي بيغذيها هيحصل لها في الاخر ايه؟ اسكيميا وبعد كده فايبروزس وبعد كده دامج. دي بقى اسمها هايبوكاليميك ها؟ نيفروباسي وصل الكلام كده؟ ماشي. طبعا نفس خدناه من شويه اللي هو الريسبتور والكلام ده. طبعا كل ما يحصل هايبر تنشن هزود شغل السمساتك يطلع ماده اسمها ايه؟ ماشي. حتى الان تقول لي كده اللي خدناه من الاول خالص ثلاث خلايا صح؟ وكل خليه عليها ثلاث حاجات اللي هو السايت والهيستولوجي والفانكشن على جنب.
وبعد كده خدنا الجهاز ده بيشتغل امتى؟ اما الضغط يحصل له ايه؟ يقل. بيرفع الضغط ازاي؟ بيطلع انجيوتنسين 2 يعمل سبب حاجات تفرقين فازو كونستريكشن وادوستينو على جنب الاول. وبعد كده في خمسه ماينس سولت ووتر ابيتايت صوديوم ابزوربشن في البروكسيمال تيبيول صوديوم ابزوربشن في سمول انتستن كمان الفورس اوف مايوكاردال كونتراكشن كان بيكتر مواد الكونستريكتور زي مين؟ ADH